عنوان الدرس جنيه سيستمي في توتال مالار. جنيه سيستمي يعني نظام شمسي، توتال مالار، توتال مالار يعني الكسوف والخسوف. طيب شوفوا، اليوم راح نستخدم شغلة جديدة بتاريخ التعليم، أول مرة إنسان بيطبق هاي التجربة، وهي التجربة اسمها الذكاء الاصطناعي. سامعين بالذكاء الاصطناعي أنتو؟ لا طيب هلا أنتو أذكياء، تمام؟ أنتو طلاب أذكياء، مزبوط ولا اي لا؟ استاذ ممتاز، راح ناخذ الذكاء من عندكم والاصطناعي من عندي وندمجهم مع بعض. شو بيصير؟ بصير كتير ذكي بصير ذكاء اصطناعي. ذكاء اصطناعي، الذكاء من عندكم والاصطناعي من عندي، بندمجهم هيك مع بعض، في عندنا ذكاء اصطناعي، تمام؟ تمام طيب هذا الذكاء الاصطناعي نزل على الدنيا، يعني بكل الكرة الأرضية، هو شيء جديد. فأنتوا أول ناس راح تطبق عليهم هاي التجربة، تجربة الذكاء الاصطناعي. لألكم شكون. عنوان هاي الوحدة بالإنجليزية، الوحدة الأولى، عنوان الجنيه السيستمي. جنيه السيستمي يعني نظام شمسي. النظام الشمسي هو عبارة عن شمس، جنيش، وعندنا 8 كواكب. هدول الكواكب الـ8 شو بيعملوا؟ هدول الكواكب الـ8 بيدوروا حول الشمس، تمام؟ بيدوروا حول الشمس مثل ما انكم لاحظين هاي الشمس، وهون في عنا بير، اكي، اتش، دورت، بيش، عالطية. دي سيكيز، سيكيز ني، سيكيز جازاجين. شو يعني جازاجين؟ كوكب يعني جازاجين يعني الكوكب، هدول اسمهم كواكب. طيب خلينا نشوف الكواكب عبر الذكاء الاصطناعي. لاحظوا معي، لنبدأ مع أول كوكب أقرب، أو خلينا نبلش بالشمس. أول شيء بالجنيه السيستمي هو الجنيش. شايفين الجنيش؟ شايفينه؟ ايه شو ميزة الجنيش؟ شو ميزته؟ شو أهم خصائص الجنيش؟ شكله، شو شكله؟ دويرة كروي يعني، تمام؟ كرة يابانة. نحن بالصف الخامس أخذنا أن الجناشين شكله كرة يابانة، يعني يشبه الكرة. طيب الشغلة الثانية أن هي كرة من شو مكونة؟ من النار غازات مشتعلة. هي عبارة عن مجموعة غازات مشتعلة، تمام؟ أنا فيني أمسك الشمس وأحركها كيف ما بدي، مثل ما كنتم شايفين. طيب إذا راح احنا نفهم من هذا الكلام أن كرة الشمس هي عبارة عن شو؟ كوكب نعم ولا نجم؟ نجم نجم يلدز. الشمس هي يلدز يعني نجم، وهذا النجم كروي، تمام؟ هاي أول شغلة. أقرب كوكب إلى الشمس هو هذا ماركوس ميركور. يا عيني عليكم، هذا ميركور شايفينه. وبشكل عام كل الكواكب اللي بالمجموعة الشمسية ميزتها الرئيسية إني كروية، وأنها تدور حول نفسها، وأنها تدور حول الشمس، تمام؟ تدور حول نفسها وتدور حول الشمس كل الكواكب. هذا اسمه ميركور، هذا أقرب واحد للشمس. بيجي بعده مباشرة شو؟ فينوس فينوس. وهذا هو كوكب فينوس أيضا، مثل ما احنا شايفين عبارة عن كوكب كروي ويدور حول نفسه ويدور حول الشمس. بعده شو بيجي؟ دنيا دنيا. هاي الدنيا اللي هي الكرة الأرضية، يعني الدنيا في إله، شو في إله يدور حولها؟ أي هاي قمر يعني، تمام؟ أيضا الكرة الأرضية تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، والقمر بيدور حول الأرض كمان، مثل ما أنا ملاحظين لما عم ندور الكرة الأرضية شو عم بيصير بالقمر؟ بتدور مع الكوكب الأرض عم بيدور حولها، يدور حولها. طيب بعد الدنيا شو بيجي؟ مارس مارس. مارس اللي هو كوكب المريخ يعني، وهذا المريخ اسمه الكوكب الأحمر يعني، لأني لونه أحمر مثل ما احنا شايفين.
وأيضا كروي الشكل ويدور حول نفسه ويدور حول الشمس. بعد مارس مين؟ جوبيتر. شو الميزة الرئيسية لجوبيتر؟ مين بيعرف شو بيميز جوبيتر عن بقية الكواكب؟ أنا بعرف، تفضل. أنا أستاذ، أستاذ جميل، لأن أكبر أكبر من نون. ممتاز، يا عيني عليك. جوبيتر هو أكبر كوكب من كواكب المجموعة الشمسية، وبيتميز بهاي البقعة الحمراء اللي موجودة هون، هي بقعة من الغازات يعني. بعد جوبيتر ساتورن. اجي ساترن. ساترن اللي هو كوكب زحل يعني بالعربي، بيتميز بشو؟ بيتميز بهاي الحلقة اللي بتدور حوله. هاي الحلقة هي عبارة عن حجارة صغيرة وتربة وغبار وكذا يعني، بتدور حول كوكب زحل بشكل مستمر، وزحل بيدور حول نفسه وبيدور حول الشمس أيضا. بعد ساترون شو بيجي؟ أورانوس. أورانوس. وأورانوس كمان لاحظوا لونه أزرق، وفي حوله حلقة ولكن خفيفة، مو مثل حلقة زحل، أخف منه. طيب بعد أورانوس نبتون. نبتون. طيب شو ميزة نبتون؟ أنا بعرف تفضل. نبرة كوكب. أنه كوكب جليدي مكون من الجليد، يعني كله مكون من الجليد، من البوز يعني. أستاذ، أيوة أستاذ، شو اسمه هذا بالعربي هذا الكوكب؟ نبتون، نبتون. اسمه نبتون. ايه، أستاذ وآخر واحد شو اسمه؟ آخر واحد هذا بنحسب كوكب؟ طبعا. أوه. هلا اه بلاتون. هذا بتشوفه من زمان، كان هذا واحد من كواكب المجموعة الشمسية، كانوا 9 كواكب المجموعة الشمسية، ولكن لأنه صغير كتير يعني حجمه تقريبا قد حجم القمر تبع الكرة الأرضية، فلذلك آخر كم سنة حذفوه من كواكب المجموعة الشمسية، كانوا 9 أو 8. اسمه بلاتون هيك؟ بلوتو. بلوتو هذا اسمه كوكب بلوتو، حاليا أطلقوا عليه اسم جديد سموه كويكب. شو يعني كويكب؟ يعني كوكب صغير كتير، قزم يعني. تمام، إذا تمام. هذا شكل الكواكب بشكل عام، كواكب المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية كلهم بشكل عام بيدوروا حول الشمس، يعني عندنا الشمس بالمنتصف والكواكب بيدوروا بمدارات ثابتة. هلا إذا شغلنا هيك شو بنشوف؟ بنشوف إن كل كوكب عم يدور بمدار حول الشمس. تمام، بنلاحظ. أستاذ معك سؤال، تفضل. والله ليش الميركوري إنه عم بدور أسرع شيء؟ لأني قريب من الشمس ودائرته صغيرة، بنلاحظ الزهرة فينوس عم بيدور ولكن دائرته أكبر شوي، لذلك عم بيطول أكثر شوي. الدنيا اللي هي الكرة الأرضية دائرتها أكبر، فهي بتدور بشكل أبطأ، ومارس اللي هو المريخ الخط الأحمر هذا بيدور بشكل أبطأ. هلا كل ما رجعنا بالصورة لورا بنلاحظ مثلا هون في عنا جوبيتر، لاحظوا جوبيتر وساترون شقد بطيئين، لأن دائرتهم كتير كبيرة. فنحن عنا السنة من كم يوم تتكون؟ 365 يوم. 365 يوم. أما السنة بجوبيتر وبساترون تتكون من تقريبا 70 سنة من سنواتنا نحن. بجوبيتر تقريبا السنة بتطول شي 70 سنة من سنواتنا، بساترون السنة الواحدة بتطول شي 300 سنة من سنواتنا. لاحظوا لاحظوا، كل ما عم نبعد أبعد شو ما بيصير، هدول كتير بطيئين. هلا هاي التقنية اللي نحن عم نستعرضها قدامكم، مثل ما انكم شايفين هيك الكواكب عم بتدور حول الشمس وأشكال الكواكب ثلاثية الأبعاد، هاي اسمها تقنية الذكاء الاصطناعي اللي حكيت لكم عنها في بداية الدرس. هلا في عنا مجموعة خصائص لكل كوكب،
لازم نحفظهم. حتى عام 1930 كان بلوتو كوكب، في عام 2006 حذفوه من الكواكب، صار عبارة عن كويكب، يعني كوكب صغير. تمام. أما الكواكب الرئيسية الثمانية هنن بالترتيب: ميركور، فينوس، دنيا، مارس، بعدين بيجينا جوبيتر، ساترون، وأورانوس، نبتون. هذول نحفظهم بالترتيب. ها تمام. كل واحد منهم له مجموعة خصائص راح نحفظها. مثلا جنشئ أي يكن جزئين هانجسي ماركور ميركور أول واحد. تمام. هذا أقرب واحد للشمس. جنيش سيستمينين جنيشة أن يكون بها جمثال ولك أن كتشك جزاجين. إذا جاكم سؤال جزاجين هون، أن كتشك جزاجين هانج سيدر، ماركور إذا في له خاصيتين رئيسيتين نحفظهم. أول شيء جنيشة أن يكون جزاجين وأن كتشك جزاجين بنفس الوقت. تمام. اللي جنبه شو اسمه؟ تمام. فينوس طيب شو بدنا نحفظ بالنسبة لفينوس؟ أول شيء ياكل لك باك من ضمن إكينجي. شو يعني؟ النهارده من الشمس الكوكب الثاني. هو ترتيبه الثاني، يعني هو ترتيبه الثاني. وبيطلق باك من ضمن ألتنجي، يعني من حيث الحجم هو ترتيبه السادس. في عنا هذا أصغر واحد ميركور، بعدين بيجينا نبتون بلوتو، وبعدين بيجينا مارس ودنيا، وبعدين بيجي فينوس. طيب هذا فينوس مثل ما كنا شايفين هو قريب كتير للدنيا، قريب كتير يعني للكرة الأرضية، لذلك هذا فينا نشوفه بعين المجردة. هون عم بيقولوا لنا اسمه تشوبان يلدز، يعني نجم الراعي، أو أقشام يلدز، يعني نجم المساء، لأن فينا نشوفه بالعين المجردة. العين المجردة يعني إذا نظرنا نحن للسماء بنشوفه اسمها تشوبلاك جوز. تشوبلاك جوز يعني العين المجردة، عيوننا يعني نحن لما بننظر بعيننا بدون منظار فينا نشوفه لفينوس. تمام. الثالث هو كوكبنا. كوكبنا أكيد دنيا تعرفوا خصائصه. دنيا أول شيء هو اتشنجوسرا، يعني ترتيبه هو الثالث بعد ميركور. فينوس بيجي رقم ثلاثة دنيا، ومن حيث الحجم هاجي مثال بيكلوك باكمندان بيشينجي جيزيجين، يعني ترتيبه الخامس من حيث الحجم، وهو الكوكب الوحيد تيج جيزيجين، يعني الكوكب الوحيد اللي ما فيه ياشام أولا أطلره، يعني فيه إمكانية العيش، فينا نعيش عليه. ومثل ما بتعرفوا هذا الكلام يعني المفروض أنتم تعرفوه الفصل الخامس، إن 29% من الكرة الأرضية كارا. شو يعني كارا؟ كارا يعني يابسة، ويزديت مش بير، يعني 71% سولار. تمام. يزدير مدو قوز كارا، يزديت مش بير سولار. 29% من الكرة الأرضية يابسة، و71% من الكرة الأرضية مغطاة بالمياه. مثل ما حكينا من شوي، السنة بكوكبنا هي عبارة عن 365 يوم 6 ساعات، واليوم كم ساعة بيكون؟ 24 24 ساعة. 25 طيب عم بيقولوا لنا في حول الكرة الأرضية شيء اسمه أتموسفير. شو هذا الأتموسفير؟ يعني طبقة طبقة شو؟ هاي الطبقة اسمها الغلاف الجوي. الغلاف الجوي. تمام. الغلاف الجوي هو طبقة محيطة بالأرض مكونة من غازات. الغازات هي الأزوت والأكسجين والأرجون والكربون ديوكسيد، يعني ثاني أكسيد الكربون، وهكذا. هدول الغازات هن يعني شو وظيفة هدول الغازات؟ هدول الغازات محيطين بالكرة الأرضية بحيث يمنعوا وصول أشعة الشمس الضارة إلى الأرض. هذا مثل هذا غلاف محيط بالأرض لحتى يحميها من أشعة الشمس الضارة. تمام؟ اسمه أتموسفير، الغلاف الجوي يعني. طيب الرابع اسمه ميركور، الرابع عفوا قلنا اسمه مارس، يعني المريخ. مارس المريخ هو ترتيبه الرابع، يعني ميركور، فينوس،
دنيا مارس، ترتيبه الرابع، تمام؟ ولأني لونه أحمر فشو يطلق عليه اسم؟ قزر قزقان. قزل قزاقين، يعني الكوكب الأحمر، تمام؟ الكوكب الأحمر. إيكي أويدو سو فاردر، شو يعني إيكي أويدو سو فاردر؟ يعني إنه عنده مثل كوكب يعني صغير، في يعني قمرين، قمرين بيدوروا حوله، تمام؟ في قمرين بيدوروا حوله. الأرض مو فيها حواليها قمر واحد بيدور؟ المريخ في حوله قمرين بيدوروا حوله، ولكن هالك سيوق، يعني ما له حلقة بتدور حوله، فقط له قمرين. واللي بعده اسمه اللي قلنا هو أكبر واحد، جوبيتر. كمبيوتر. جينيس سيستم عندك اياها جمثال اولاراك ان بيجازاجيندر، هاي المعلومة مهم كتير نحفظها، اني ان بيجازاجين هو جوبيتر، تمام؟ ترتيبه من حيث المسافة هو الخامس، خامس واحد من حيث مسافة البعد عن الشمس يعني. وجينيشتان سونرا جينيس سيستم عندك ان بيجوك جيسميدر، يعني هو اكبر كوكب من بعد الشمس. إذا حسبناهم كلهم كأجسام سماوية فهو أكبر، ثاني أكبر حجم من بعد الشمس. لأني هو كبير كتير، دنيا دان تشوبلاك جيز لا جيز لام لنا بلير، يعني فينا نلاحظ وجوده تشوبلاك جيز لا، يعني بالعين المجردة فينا نشوفه كنجمة، يعني نحن بنشوفه نجمة ليلة كتير لأنه بيكون كتير بعيد. طيب هالكالر فاردر يعني في له حلقة، ولكن أشيء يعني صوت مضيجين هالكلارين جزلام للمسي زوردر، يعني هو فيها حوالي حلقة ولكن لأنه بيعكس ضوء قوي فهاي الحلقة ما فينا نشوفها نحن. بلينان أويدو سايس سيكسندر، يعني كم قمر بيدور حوله؟ سكسان. سيكسان، هذول المعروفين ها، يعني بجوز يكون في أكثر، بس اللي اكتشفوه العلماء حتى الآن هن 80 قمر بيدوروا حول جوبيتر. طيب قلنا ساترون مثل ما احنا ملاحظين اكثر ميزة بتميزه هي الحلقة اللي حواليه، هو ترتيبه التنج يعني السادس من حيث البعد عن الشمس. واولدو تشادي كاتشيك جهة كالار فاردر، يعني في له حلقات تلفت الانتباه بقوة. اهم شيء نحفظ اني اولدو سايس سيكسن اتش جينيش سيستم ان ذا انتروب اويدو، يا صاحب جيزاجندر، يعني اذا جاكم سؤال بالامتحان شو هو اكثر كوكب له اقمار فشو بنقول؟ ساتورن. ساترن. طيب اللي بعده هو اورانوس اللي هو ترتيبه يدينجي، وانسو جيزاجين، هذول اللي عم حدد لكم اياهم بس اذا حفظتوهم بكفي. انسو جيزاجين، ولأني هو أنسو جيزيكين شو بيلقبوه؟ بيلقبوه ببوز ديفي. شو يعني بوز ديفي؟ الديف يعني عملاق، والبوز شو البوز؟ يعني الجليد، يعني عملاق من الجليد اسمه، هذا الكوكب اسمه عملاق من الجليد، تمام؟ طيب شو لونه هذا الكوكب؟ عم بيقولولنا لونه يشي لمسي ماضي، يعني أزرق قريب من الأخضر، لونه الأساسي أزرق قريب من الأخضر، تمام؟ وبلينا أويدو سايس يرمي ديدر، يعني معروف، يعني اللي اكتشفوه العلماء حتى الآن هنا 27 قمر بيدوروا حوله. فقط هالكم معلومة البسيطين جدا بتركزوا عليهم تحفظوهم، تمام؟ تمام. طيب بعده النبتون، نبتون. نبتون اللي هو آخر واحد وأبعد واحد، جينيشي يعقوب نبتون. أقوان سيكي زينجي، يعني ترتيبه سيكي زينجي. تمام. وأنسوك إكينجي جيزاجين، وليس أنسوك جيزاجين، أنسوك إكينجي جيزاجين، يعني هذا أكثر واحد بارد وهذا بيجي بعده، تمام؟ جيزاجيني تبعين إنجي سيرك بس شنو كبير هال كاسيستمي باردر، مثل ما لاحظتوا بالصور ثلاثية الأبعاد هو في له حلقة ولكن حلقته كتير خفيفة رقيقة، يعني ما بتنشاف بسهولة.
إذا رجعنا هلأ شوي على تبع الذكاء الاصطناعي، فمنلاحظ أي واحد نحن عم نحكي عليه نبتون، مو هيك؟ شايفين حلقات نبتون؟ خفيفة يعني، ما كتير واضحة، مظبوط؟ مظبوط. أما زحل اللي هو ساترون، فلاحظ حلقاته واضحة مثل عين الشمس. طيب إذا هلأ راح نحل تمرين بالدور، كل واحد بيطلع بيقرأ لنا هالجملة، بيقول لي عن أي كوكب عم تحكي. مين بيطلع أول شيء؟ ضياء، قرأ لنا هاي هذا المربع وقل لي أي جزئين عم يحكي عنه. بني سيستم دين تمين دين إن فضلو يوجدو يو صاحب أولان جزاجين أي واحد إن فاضلة أويدو يا صاحب؟ نيبتون لا تذكر هوجامان ساترن ساتورن. طيب سما اللي بده يطلع يرفع ايده، سما الثانية. أوز برك بلي نايم نس سيستم من إنسو كيزيجيني بينم أورانوس اورانوس، كويس بديع. نعم استاذ ثالثة جنش سيستمindeki hacimsel olarak en büyük gezegenidir. ان بيك بتاش جوبيتر، كويس يا مريم. Güneş sistemine güneşe en yakın gezegen benim. أقرب واحد للشمس أي واحد؟ الدنيا لا لا لا، أقرب واحد يعني أول واحد حكينا عنه شو هو كان؟ ميركور. طيب سما، güneşe en uzak olan gezegenim. نبتون نبتون بديع. نعم استاذ يلا هاي Kızıl Gezen'in gezegen olarak bilinir. Mars مارس، كويس. طيب جمعة، Evet استاذ Güneş sistemindeki en sıcak gezegendir. Merkür ميركوري يعني هو أقرب واحد للشمس. ضياء، نعم أستاذ يلا آخر واحدة. فينوس إلى مارس arasında bulunan gezegen benim أسهل واحدة، هذا جوبيتر لا فينوس اللي هو الثاني ومارس اللي هو الرابع، مين في بالنص بيناتهم؟ دنيا دنيا، كويس برافو عليكم. طيب إذا قلنا ميركور فينوس ودنيا ومارس، هدول الأربعة في بعدهم حزام، هذا الحزام مكون من أحجار، أحجار هيك، أحجار وتربة وكذا. هالأحجار والتربة اسمها أستروئيد قشار، كلمة قشار معناها بالعربي حزام يعني. هذا الحزام اسمه أستويت كوشا، يعني حزام من الشهب والمذنبات يعني، تمام؟ تعرفون المذنبات؟ من كام يوم نزل مذنب على غازي عنتاب، اللي عم يشم غازي عنتاب لازم تعرفوه يعني. اكتشف ايوه بالضبط. طيب هذول المذنبات مشكلين حزام، هذا الحزام بيفصل اربع كواكب، فهذول الكواكب اربعه اسمهم ايج جازاجيلار، يعني كواكب داخلية هدول اسمهم، واللي خارج الحزام اسمه دوش جيزيجين لار، يعني الكواكب الخارجية اللي هن جوبيتر وساترون وأورانوس ونيبتون، تمام؟ تمام طيب شو يعني أستروئيد؟ شو قلت لكم أستروئيد؟ أستروئيد يعني مذنب قلنا، تمام؟ هدول المذنبات أو الشهب، يعني مذنبات أو شهب اسمهم بالتركي أستروئيد. طيب خصائص، لاحظوا هذا الجدول مهم جدا للحفظ. شو الفرق بين الاتش جازاجيلار والدش جازاجيلار؟ اول شيء الاتش جازاجيلار كات يعني صلبة، اما الدش جازاجيلار غاز يعني غازية.
إذا هدول الأربع الداخليات حجارة صلبة، أما هدول الأربع الخارجيات مما يتكون من الغاز. الأربع الداخليات من الحجارة من البحور الصلبة يعني، والأربع الخارجيات صلبة. هن غازات. تمام، هذا الفرق بين الداخليات والخارجيات. طيب الأربع الداخليات هن ميركور فينوس دنيا ومارس، والأربع الخارجيات هن جوبيتر ساturn وأورانوس ونبتون. هذول الأربع هالكالاريوكتور يعني ما له حلقة بتدور حولهم، هذول الأربع هالكالاريو باردر يعني في حلقة بتدور حولهم. هذول الإجهزة اللي ده صاجد الدنيا في مارس ودويا صاحبتر، يعني بالكواكب الداخلية في عنا فقط دنيا ومارس، في إلهم قمر بدور حولهم. أما هون هيب سنين أويدوسو باردر، يعني كلياتهم في إلهم قمر بدور حولهم. دوش جيزجين لريجوريس جاكتر، يعني هدول يعتبروا كواكب حارة. أما هدول سوكتور يعني يعتبروا كواكب باردة. تمام، هاي المقارنة بيناتهم نحفظها. وما ضل شي، الدرس القادم ناخذ ميتيور جوكتاشي.